ناس كتيرة قالت على كرم الشام ان هو حلو قوي قوي، وفي ناس برضو كتيرة برضو بتقول ان هو وحش قوي قوي. فاحنا جايين بقى النهاردة عشان ايه، ننهي المعادلة دي خالص ونشوف هل كرم الشام اوفر ريتد ولا اندر ريتد. وهنشوف النهاردة عشان في النهاردة عندهم عروض الصحاب، فانا اجيب عرض الصحاب اللي هو ب 65 جنيه ونشوف هل هو حلو قوي ولا وحش قوي. فيلا بينا. كرم الشام من المطاعم اللي عملت ضجة كبيرة جدا لما دخلت القاهرة، واقرب فرع بصراحة لقيته جنبي هو فرع وسط البلد، ولقيت عندهم عروض اسمها عروض الصحاب اللي هسيبها لك هنا على الشاشة. في عرض الصحاب اللي ب 65، وفي عرض الصحاب اللي ب 75، وفي عرض الصحاب اللي ب 90، واخر عرض بتاع الصحاب ب 130. جبت انا صاحبي عرضين اللي هو عرض الصحاب اللي ب 65، والاثنين كانوا عاملين 130 جنيه بالظبط، وقالوا لي ان الاوردر هيجهز بعد ساعة الا ربع، علشان بصراحة هو كان زحمة جدا جدا يعني. بس مفيش مشكلة، قعدت اشوف الراجل وهو بيقطع جلها الشاورما كده. يا ولا يا ولا قطع يالا، ده مش بيقطع الشاورما يا جماعه، ده بيقطع قلبي. قطع يالا، قطع قطع يا ولا يا ولا، قطع كمان يا ولا. قلت اقول لك انا اهم حد في حياتك، كلها تنيلي، امال ده اسمه ايه، ده اسمه ايه يا جدعان. المهم جبت الاوردر وهو عباره عن حاجه اسمها ماريا، وده هنرجع لها بعدين، ولتر كولا وريزو وبطاطس بوتيتوس. بس سيبك من كل ده وركز لي على الماريا. جيلك في بوكس كده ابن ناس كده محترم، وهي عباره عن ساندوتش زي البرجر كبير، ولكن جواه شاورما وجبنه موتزاريلا وحركات حركات يا زميلي والله العظيم جامده جدا. والريزو بصراحه كان متغرق صوص باربيكيو كده يعني، وحوارات يعني، هو الريزو حوار يعني. بس انت ممكن تروح تطلب ماريا فقط وما تطلبش اي حاجه هناك، لان الماريا هتعجبك جدا جدا. فود دي برجر فيها شاورما، طبعا الدنيا بتنطر والكلام ده، فاحنا ايه في صعوبه في التقييم يعني. الريزو طعمه جامد قوي قوي حرفيا، ودي اختراع بصراحه يعني، فكره اللي هو اثنين شاورما في ساندوتش حجمه كبير جدا جدا متقسم لاربعه، جامد قوي. وعامل زي كنتاكي بالظبط، بس على ايه، اعلى شويه. جرب ده عشان ده جامد قوي حرفيا، على 65 جنيه لا حوار جامد. فكرة انت بتاخد كل ده ب 65 جنيه او انت تجيبها فاهمني، تاكل تلكم على طول يا باشا صباح الفل. خد بالظبط. المشكله بقى الرز ده واتبقى نصها حرفيا، وحبه البطاطس دول، وانا حرفيا انا كلت لحد ما شبعت جدا جدا. هو حرفيا عرض الصحاب ان هو ممكن مثلا يكفي اثنين، لكن فكره ان هو يكفي واحد لا، او اما يبقى واحد مفجوع بقى. لكن انا كده كلت حرفيا وشبعت، واتبقى دول كده بالظبط، ونفس الكلام برده هو. انت شبعت مع العلم ان انا كنت جعان اصلا وما اكلتش من الصبح. جامد جدا جدا يا كرم الشام. بعد كل ده بقى قلت لازم اروح اجيب من عندهم حاجه اسمها شاورما عربي، ودي عباره كده عن بوكس مليان شاورما متقطعه وصوصات وبطاطس محمره وحاجات كده يعني. وده كان شكل الاوردر، وطلع كمان فيه مع الاوردر عيش متحمص كده يعني، ايه تسالي كده معاهم. والثلاث صوصات بيبقى صوص توميه وصوص توميه سبايسي وصوص تقريبا كاتشب على مايونيز، الله اعلم، لان انا ايه حاولت كده ان انا استطعم ايه الصوص ده بس ما عرفتش ايه هو بصراحه. بس يعني اجمالا الثلاثه حلوين جدا. الخلاصه ان كرم الشام من الاماكن اللي هتتبسط منها جدا لو انت بتحب الشاورما او بتحب الاكل السوري عموما يعني. قول لنا بقى تحت في الكومنت لو انت كرم الشام بتحب تطلب ايه من هناك. ما تنساش بقى اللايك والشير والانستجرام طبعا، عشان بنقدم هناك برضو محتوى جامد جدا. وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.